بلديات 2016 مساء الخير. بانقضاء نصف الاستحقاق البلدي والاختياري بنجاح وبنسبة مشاركة عالية، ترتسم مشهدية جديدة في الأحجام والتوازنات العائلية والحزبية، كافية لإعادة قراءة متجددة للخارطة السياسية إلى حد بعيد في ضوء الاستفافات اللافتة، خصوصا في جبل لبنان حيث اجتمع الأضداد حينا وافترق الحلفاء أو تحالفوا بعيدا وسقط أقوياء. العقائدية وتقدم مغامرون، واخترقت لوائح مثلما في جوني ودير القمر والشويفات وغيرها، علامتان بارزتان إذا انطغتا على المشهد الانتخابي البلدي في جبل لبنان. نسبة المشاركة مرتفعة والمواجهات غير متوقعة في كبرى مدن وبلدات المحافظة، تقرير مع حطيت. لا حوادث تذكر في الانتخابات البلدية والاختيارية في محطتها الثانية في جبل لبنان، لكن مفاجآت كثيرة برزت على صعيد التحالفات الحزبية التي تمكنت العائلات من اختراقها وحتى نسفها أحيانا. في جوني تحولت المعركة البلدية إلى موقعة سياسية يقودها النائب ميشيل عون، وفازت لائحة كرامة جوني التي يدعمها التيار العوني، لكن تم خرقها بأربعة أعضاء من قبل اللائحة الثانية، علما أن فريق الأصوات لم يتخطى 150 صوتا. التحالف العوني القوات شهد أكثر من نكسة، فتمكنت الكتائب والنائب ميشيل المر من هزيمة التحالف في معركة قاسية في سن الفيل. هذه المعركة لم تكن الوحيدة التي خاضها حزب الكتائب بالتحالف مع النائب ميشيل المر، وهما أرسيا تفاهما جديدا لا يقل أهمية أو حضور عن تحالف معراب. وللمرة الأولى منذ 52 عاما تمت في بلدة بريح، وهي من قرى العودة، انتخابات بلدية سليمة وهادئة، بينما حققت اللائحة المدعومة من وليد جملاط ومروان حمادي في بعقلين فوزا مريحا. التوافق بين الحزب الاشتراكي وطلال إرسلين لم يصمد في شويفات، وصبت النتيجة في مصلحة المير الذي فاز على لائحة المجتمع المدني المدعومة من البيك. وفي إقليم الخروب كان واضحا أن المعركة الانتخابية اتخذت طابعا عائليا طغى على السياسة وأحزابها. أما في الضاحية الجنوبية فلم تسجل أي خروقات مهمة، وأعاد ثنائي الشيعة حزب الله وحركة أمل تكريس نفسه قوة أولى بلا منازع. حدة المنافسة انعكست إيجابا على إقبال واسع من الناخبين، حيث سجل جبل لبنان النسبة الأعلى مع اقتراع ناهز 56% من الناخبين المسجلين، وكانت المشاركة الأعلى في منطقة جبيل مع 65% وكسروان 62%، قضاء المتن 58% والشوف 53%، وقضاء علي 52% وقضاء بعبدة 50% وفق أرقام وزارة الداخلية. إذن إلى ما تدل نتائج الانتخابات البلدية في جبل لبنان وكيف فسرها المراقبون خصوصا على الساحة المسيحية، تقرير مها ظاهر. خصوم في مكان وحلفاء في أماكن أخرى، تداخل العائلي بالسياسي في مكان ودخلت السياسة والعائلات في كباش في أماكن أخرى. هذا ما عكسته نتائج انتخابات جبل لبنان التي كان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية نجميها بلا منازع من جوني حيث الكباش إلى دير القمر، حيث التحالف في وجه رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون والوزير السابق ناجي البستاني. استطاع شمعون البستاني خرق لائحة التحالف بست مقاعد مع تسجيل رسوب شقيق النائب جورج عدوان في المعركة، ما يطرح تساؤلات عما إذا كان التصويت حزبيا. أنه يربح 12 من 18 يخترق دوري شمعون بستة هو ناجي البستاني، أنا برأيي هيدا شيء ربح كامل للأحزاب، للتيار والقوات اللبنانية كانوا ربحوا لأن ما حضروا لمعركتهم. ما بدنا ننسى أنه معقل بيت شمعون هو دير القمر، يعني بدي أخذك دغري مباشرة من معقل بيت شمعون لمعقل بيت الخازن بغسطة فريد هيكل الخازن. فريد هيكل الخازن ربح بكل ما قاعد غسطة ضد التيار والقوات، ضد تحالف طويل عريض، قدر ياخد كل المقاعد بفارق لا بأس به. يعني شفنا هون العائلية كيف ربحت هونيك. كمان يعني دور شمعون لا يمثل عائلة، آخر شيء يمثل حزب الأحرار، هودي حزبين ضد حزب ربحوا. في جوني لا يوافق الهبر على أن ما حصل منازلة بين القوات والتيار الوطني الحر. التحقوا القوات اللبنانية بسبب حلفهم التاريخي والأخلاقي وصداقتهم مع بيت فريم ببيت فريم، وبسبب قرب العماد عون من جوان حباش التحق التيار الوطني الحر بجوان حباش. ما اختلفوا القوات والتيار،
وما كان في العيال يلي اختلفت وراحت الناس صوتت للعيال مع الاحزاب، الاحزاب هي اللي التحقت بالعيال مش العيال التحقت بالاحزاب. ليش انعطت عنوان انه هي دليل لرئاسه الجمهوريه؟ هذه من ادوات المعركه. أدوات المعركة فرضت أنه ينعطى هالانطباع، وبس فاتت قوى أخرى على الساحة مش موجودة بجونة صار في هيدا الانطباع. وإذا كانت النتائج في الضاحية الجنوبية لم تخرج عن المتوقع، فإن البلدات حيث الاختلاط الدرزي المسيحي طبعها الهدوء والوفاق. اتخذ قرار من الثنائي القوات والتيار بعدم مقارعة الحزب التقدم الاشتراكي وعدم خلق مشكل. في خصوصية للجبل، ما حدا في دق فيه، الجبل مرتاح ما فينا نمزح فيه. اليوم التلاقي بين التيار والقوات ووليد جنبلاط يعطي مناعة للجبل ولأهل الجبل. أما في إقليم الخروب فيبدو أن خيار الأحزاب لم يوفق في مواجهة العائلات. بدك زعامة، الزعامة تكون الزعامة العائلية بدها تكون موجودة بالقرية لتربح. إذا ما في زعامة عائلية قوية بالقرية بيربحوا الأحزاب، بيروحوا على الولاء الحزب ما بيروحوا على الولاء العائلي. يختم الهبر بالتأكيد على أن ما حصل لن يشكل نقطة انطلاق للانتخابات النيابية إذا ما حصلت. ولقراءة سياسية في نتائج محافظة جبل لبنان نستضيف الاستاذ الأستاذ ساسين ساسين رئيس مجلس الأعلام في حزب الكتائب اللبنانية. يعطيك العافية ونقلك مبروك. مرسي. معاني فوز تحالف حبيش والكتائب والتيار بجونة اللي هي اعتبرت أم المعارك. يعني إذا بدك تاخذي النتائج بالشكل اللي صارت مبارح، إذا تبلشي بجوني فينا نقول لك بجوني إنه الرافعة الأساسية كانت لفوز كرامة لائحة كرامة جوني اللي بيرأسها الشيخ جوان حبيش. الرافعة كانت حزب الكتائب، لأنه حزب الكتائب كان عامل التزام كامل بهاللائحة هيدي، وكان تقريبا لوحده بالاشتراك اكيد مع التيار الوطني الحر، ولكن كان هو والتيار لحالهم بهالمواجهة هن والشيخ جوان حبيش، في حين انه كانت كل الكتل والاقطاع اذا بدك السياسي اللي موجود بمنطقة جوني كان كله متكتل ضد هالليحة هيدي. وفينا نقول بكل فخر انه الكتائب انقذت لائحة كرامة التجدد بالأمس بجوني. أها. بكل تواضع يعني. طبيعي طبيعي بكل تواضع. وشو أسقطت؟ نعم. أسقطت ثنائي القوات التيار؟ طب مش أسقطت، إذا بدك تقولي أسقطت المقولة اللي كانت عم تتسوق من فترة طويلة بالتمثيل المسيحي أو باحتكار التمثيل المسيحي بنسب عالية جدا حسب ما كانوا عم بيقولوا بنسب 86%. وفي بعض السياسيين اللي طلعوا بالأمس بالإعلام وحكيوا أسقطوا هني بحد ذاتهم، أسقطوا مقولة التمثيل اللي بيوازي 86% بالمجتمع. لكن هيدا التحالف نجح بزحلي. التحالف الحزبي نجح بزحلي، نعم. والتحالف الحزبي بينجح عادة وين ما بيصير، ولكن الموضوع التحالفات كل منطقة إلى توجه معين، لأنه نحن أمام انتخابات بلدية مش أمام انتخابات نيابية. بس الناس انتخبوا على أساس حزبي وسياسي أكثر منه إنمائي، وشفنا أنه في غياب للبرامج الإنمائية. يعني ما عرفنا شو هو برنامج الإنمائي للائحتكم أو البرنامج الإنمائي للائحة المقابلة. لا، الحقيقة كان في برامج، البرامج أعلنت كلها البرامج، ولكن إذا بتاخدي الصورة الكبيرة لما حصل بهالمدن اللي كان فيها عملية انتخابية واللي كان يطغى عليها التنافس السياسي أكثر من التنافس الداخلي الإنمائي، ولكن كلهم كان عندهم برامج. يعني ما في ولا لائحة إلا كان عندها برنامج، إنما السياسي طغت بالإعلام. يعني الإعلام السياسي هو اللي صار بده يحدد هيدي المنطقة بتحالفاتها مع فلان أو مع فلان، هي اللي قادرة إنه تكسر إرادة الناخبين أو تكسر إرادة الأكثرية الناخبي بهالمنطقة هيدي أو بهالبلدية. من هيك شفتي إنه المنحة أخذ منحة سياسي، ولكن في برامج كانت موجودة. يعني كرامة جوني كان فيها برنامج واضح، كما إنه تما ننكر يعني إنه كمان اللوائح المنافسة وبكل المناطق كان عندهم
البرامج، ولكن نتمنى انه تتنفس اكيد هاي البرامج بعد ما خلصت نبلش نشوف نتمنى انه امبارح بعد ما خلص التنافس السياسي ان يبدا التنفيذ للبرامج الانمائيه. التنافس السياسي كيف ظهر بسن الفيل كمان بالتحالف مع بسن الفيل الحقيقه كانت معركه سياسيه بامتياز. يعني بسن الفيل فينا نقول انتصرت الكتائب تحديدا، هيك الكلمه بحد ذاتها فينا نقول انتصرت الكتائب. طبعا مشال طبعا 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 بدون شك اطلاقا، ولكن المعركه كانت محسوبه او انتصار او انكسار للكتائب بسن الفيل بحسب ما كانت المواجهه عم تتظهر. يعني اذا بتشوفي اللائحه الخصم كانت عم بتسوي او بالاحرى اعلان هذه اللائحه كان العنوان العريض علم التيار وعلم القوات اللبنانية وسن الفيل بتجمعنا. يعني بمعنى آخر أنه هذا التجمع هو اللي بالسياسي كان بده ينتصر، والفريق الآخر اللي هو نحن كانت محسوبة علينا المعركة أنه بدنا ننكسر، ولكن الحمد لله فينا نقول أنه مبارح وانتصرنا وانتصرنا بفارق كبير جدا. يعني الفارق بالأصوات تجاوز 1000 بأماكن 1100 صوت وبأماكن أخرى 900 يعني صوت. وتصويت وتأييد بكل ما للكلمة صحيح. بالإضافة بالإضافة إلى أنه بدون شك ما بدنا ننسى أنه رئيس اللائحة نبيل كحالي شخص محترم من قبل كل أهالي سن الفيل بكل مشاربهم بكل مشاربهم السياسية وعنده إنجازات على مدى السنوات السابقة، بالإضافة لأنه كمان بلايحته كان عنده مجموعة من الشباب اللي مرشحين مع هذه اللائحة وعندهم ميول حزبية بالفريق الآخر. يعني ولكن غلبوا مصلحة سن الفيل على المصلحة الحزبية اللي كانوا فيها. شباب تكنوقراط فينا نقول مش يعني تكنوقراط، لا في كان في شباب ملتزمين كانوا بالتيار وناشطين بالتيار وكانوا موجودين على لائحة نبيل كحالي، لأن نبيل كحالي ما بيمثل ال إذا بدك العنصرية الحزبية بداخل اللائحة أو بداخل سن الفيل، إنما بيمثل الوجه الصحيح والحقيقي لأبناء سن الفيل، وهيك لقيوا أنه التعاون معه كان ناجح، وفينا نقول الحمد لله أنه أتت النتيجة على قدر ما نشاء. خلينا ننتقل لدير الأمر، شو اللي صار؟ يعني هل هي هزيمة لدوري شمعون ونفوذه بدار الأمر؟ أنا ما بعتبرها هزيمة بقدر ما بعتبرها كانت معركة، ومعركة أثبت من خلالها الأستاذ دوري شمعون حضوره ووجوده السياسي وحضوره التاريخي بهالمنطقة هيدي، ولكن في تكتلات كتيرة حصلت بوجهه، وفينا نقول كمان أنه حتى هاي التكتلات بالرغم من حجمها الكبير ومن أهدافها الواضحة كانت لإلغائه بالمنطقة ما استطاعت أن تلغي دوري شمعون. ليش ما تم الاتفاق والتفاوض لتجنب معركة بدير الأمر بين الأحزاب؟ يعني إذا بدك الحقيقة ما فيني جاوبك، نحن بدير الأمر كحزب الكتائب كنا إلى جانب الأستاذ دوري شمعون وإلى جانب اللائحة اللي أعلنوها بدعم من الأستاذ دوري شمعون، لأنه قناعتنا بتقول قناعتنا وتاريخنا حتى بهيدي المنطقة دائما نحن، يعني أنا كتائبي، أنا ملتزم كتائبيا، ولكن أنا ابن الشوف، ونحن عادة بالشوف كنا دائما نصنف بالشمعونيين. يعني حتى لو كنت كتائبي كانوا يسمونا شمعونيين. فبقدر أقول لك أنه نحن ككتائب بالشوف كنا إلى جانب الأستاذ دوري شمعون انسجاما مع شمعونيتنا وانسجاما مع المبادئ يلي بيمثلها الأستاذ دوري شمعون. هلأ النتائج ما اجت على قدر ما يشتهي الاستاذ شمعون وما نشتهي نحن ايضا، انما النتائج بالمبدا العام لحد هلا النتيجه ما اعلنت نهائيا، ولكن كانت لا باس فيها واثبتت انه الاستاذ دوري شمعون ما حدا قادر يلغيه بالمنطقه. طيب هون السؤال لاستاذ ياسين، ليش برزت يعني تحالفات حزبيه وعائليه بمناطق معينه وهن ذاتهم اختلفوا بمناطق اخرى؟ لانه نحن من اليوم الاول للمعركه الانتخابيه البلدية كنا عم نقول انه هيدي معركة انمائية، هيدي معركة داخل القرى وداخل البلدات، اتركوها بطابعها الانمائي. انما بكل اسف
في بعض الأفرقاء حاولوا يأخذوا هالمعركة باتجاهات أخرى تيثبتوا نفوذهم السياسي وحضورهم. الحديث عن الأحجام السياسية يعرف كل واحد حجمه بالمنطقة. تيثبتوا أحجامهم السياسية وحضورهم السياسي بكل منطقة من المناطق، خاصة وأنه أتت من بعد المصالحة، إذا بدنا هيك نكون واضحين أكثر، أتت هذه الانتخابات بعد المصالحة يلي الأخيرة اللي حصلت، وباعتقاد أنه ممكنها من هالمصالحة أن تقوم بجرف كل الأحزاب الباقية. ولكن بكل أساس منذ اليوم الأول نحن كنا عم نقول أنه هيدي المصالحة على قدر أهميتها وعلى قدر أهمية حصولها هي مصالحة يجب أن تبقى ضمن إطارها الصحيح، الإطار التصالحي داخل البيت الواحد، داخل المجتمع الواحد، لخدمة الوطن، وتكون لخدمة الناس ولخدمة المواطنين اللبنانيين، أن لا تستغل بأهداف سياسية بأماكن أخرى. والسبب الثاني اللي منقوله ليش هالمعركة أخذت، لأنه للأسف كمان فينا نقول أنه نتيجة التمديد للمجلس النيابي الناس صارت طواقة وصار عندها الشغف أنه تمارس حقها الانتخابي وتمارس ديمقراطيتها، وأجت الانتخابات البلدية حتى تثبت مرة جديدة أنه التمديد للمجلس النيابي بالشق الثاني من التمديد لم يكن بمكانه الصحيح. واحد. اثنين، حتى تقول كمان انه الانتخابات البلدية يجب ان تحصل، الانتخابات النيابية عفوا يجب ان تحصل ان شاء الله هذا المتمني، لكن هيدي الانتخابات النيابية اذا حصلت هل رح تحصل على اساس تحالفات اليوم البلدية والاختيارية؟ يعني هل تحالفات اليوم هي عم ترسم خارطة طريق تحالفات الغد؟ ما بعتقد انه تحالفات اليوم ستنعكس بالتحديد على تحالفات الانتخابات النيابية، لسبب بسيط، لأنه هون عم تتحالفي بدوائر صغرى كتير عم بتفوتي فيها. أما بالانتخابات النيابية بدك تشوفي حسب الدوائر التي تعتمد من قبل القانون اللي على أساسه بدها تصير الانتخابات النيابية، واللي نحن بنتمنى أن تحصل هذه الانتخابات بالاستناد لقانون يعتمد الدوائر الفردية، لأنه ثبت مبارح كمان بهاي الانتخابات أنه الدوائر الفردية هي التي تشد العصب عند الناخب وتشد اهتمام هذا الناخب بأن يمارس حقه. لأنه بيكون على مسافة قريبة من المرشح، بيقدر يحاسبه، بيقدر يتواصل معه، بيقدر يطلع على مشروعه، وهي العملية بتحفز أنه يمارسوا حقه الانتخابي. بينما شفنا بالمدن الكبرى امبارح مثل بيروت اللي ما تجاوزت نسبة الانتخاب فيها 20%، مش لأنه الناس ما بدها ولا لأنه الناس مش مقتنعة بالانتخاب، إنما لأنه الناس كان عندها هيك قناعة أنه نزلنا أو ما نزلنا النتيجة ذاتها ومش هنقدر نغير شيء. وتنزل ننتخب 24 شخص لبلدية بيروت من قبل 500 ألف ناخب أو 400 ألف ناخب، النتيجة هي ذاتها محبين. أما لو كانت الانتخابات عم بتتم بمناطق بيروت وكل منطقة ببيروت عندها بلديتها الصغرى وهي البلدية الصغرى عم تعمل فيها الانتخابات، كنت بتلاقي الناس عم بتشارك بحماس أكبر، كنت عم تلاقي الناس عم تندفع لحتى تمارس حق الانتخابي، وهي البلديات رؤساء تتبوتق بمجلس بلدي واحد على تواصل صحيح مع الشعب بهالشكل هيدا. فهي التجربة مبارح يجب أخذ العبر منها والعمل على إعادة النظر بالتركيب الانتخابية البلدية لبيروت أولا، وإعادة النظر بالدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية المقبلة، واعتماد الدائرة الصغرى على الدائرة الفردية اللي بتعطي نتائج أفضل وبتعطي حماسة أكبر. على كل إن شاء الله بالأيام المقبلة نشوف فيه تغيرات إيجابية على صعيد لبنان. رئيس مجلس الإعلام في حزب الكتائب الأستاذ ياسين ساسين، شكرا على هالمشاركة وعلى هالمعلومات القيمة. وتتابعونا في بلديات 2016 بعد الفاصل، مؤشرات الانتخابات البلدية في صيدا وقضاء جزين. هل تعرف أن وزارة الداخلية والبلديات عممت مواعيد استقبال طلبات الترشيح لبلدية جديدة قضاء زحلي المؤجلة؟
هل تعرف أن وزارة الداخلية والبلديات عممت بفتح صندوق المالية في سرايا زحلة لاستقبال طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية المؤجلة في بلدة جديدة قضاء زحلة والرجوع عنها ضمن المهلة القانونية، كذلك بإبقاء مكتب السجل العدلي في الفترة نفسها، مع العلم أن اليوم الأخير لقبول تصريح الترشيح هو منتصف ليل الأربعاء 18 أيار الجاري، كما تنتهي مهلة التراجع عن الترشيح يوم الاثنين في 23 الجاري. تستعد بلدات وقرى قضاء صيدا وجزين للانتخابات البلدية والاختيارية الأحد المقبل في ظل طغيان واضح للطابع العائلي على اللوائح والتحالفات. الاستعدادات اكتملت لانطلاق المنافسة في قرى قضاء صيدا وساحل جزين، حيث لم يرخ التفاهم القواتي العوني بظلاله لتشكيل لوائح توافقية في البلدات ذات الغالبية المسيحية لتبقى الحسابات العائلية متقدمة على ما عداها. ففي بلدة عبرة شرق صيدا التي تنتخب مجلسا بلديا مؤلفا من 12 عضوا تتنافس لائحتان مدعومتان من العائلات، لائحة عبرة بتكبر معنا مكتملة برئاسة إدغار المشنتف لدورة الثلاث السنوات الأولى وإيليا المشنتف للدورة الثانية، وهي مدعومة من عائلات البلدة في مواجهة لائحة كرمالك يا عبرة برئاسة نسيب خوري وفريد سليمان مداورة. وفي بلدة مجد اليون التي تنتخب مجلسا بلديا مؤلفا من 9 أعضاء تتنافس لائحتان، لائحة المجد برئاسة رئيس بلديتها الحالي بطرس صليبة في مواجهة لائحة معا نحو غد أفضل يترأسها العميد المتقاعد سهيل الشامية. وفي بلدة الصالحية التي ستشهد معركة تنافسية بين لائحتين مدعومتين من عائلات البلدة، الأولى بكرة الصالحية أحلى وأحلى برئاسة رئيس البلدية الحالي أولى إندراوس وتضم إليه 8 أعضاء، والثانية شباب الصالحية مكتملة برئاسة جورج الشامية. وإلى قرى ساحل جزين لم يختلف المشهد الانتخابي، حيث بقي الطابع العائلي طاغيا. ففي بلدة عين المير التي تنتخب مجلسا بلديا من 9 أعضاء تتنافس لائحة عين المير الغد برئاسة نادر مخول في مواجهة لائحة أخرى يترأسها جوزيف متري. وفي بلدة لبعة تتنافس لائحتان للوصول إلى مجلس بلدي مؤلف من 9 أعضاء، الأولى لائحة مكتملة لبعة قوية برئاسة فادي رومانوس مدعومة من العائلات البلدة في مواجهة لائحة غير مكتملة تضم تكتل لمرشحين من بعض العائلات. صيدا وقرى قضائها تضم 13 بلدية، فيما يضم قضاء جزين 37 بلدية من بينها بلدية مستحدثة لعين المير. بعد الفاصل، مخالفات رصدتها الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات. أهلا بكم من جديد إلى بلديات 2016. أثناء مراقبتها سير العملية الانتخابية في جبل لبنان، رصدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات مجموعة من المخالفات. في تقريرها حول الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، سجلت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات مجموعة من المخالفات، لا سيما لناحية رصد العديد من الرشاوى وشراء الأصوات، بحيث ارتفع عدد الموقوفين في هذه القضايا إلى 6 في كل من جوني يحشوش رعشين البوار ودير شمرة. وأثنت الجمعية على الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية بالنسبة إلى عملية فرز الأصوات في لجان القيد، ولاحظت تحسنا ملحوظا مقارنة مع الدورة الأولى. كما سجلت الجمعية العديد من الحوادث الأمنية في سن الفيل لغبيري برج البراجني إطباي وفي منطقة لكماطية قضاء علي وفي غسطى قضاء كسروان، حيث تمكنت القوى الأمنية من إبقائها تحت السيطرة. كما أشارت الجمعية إلى عدم توقف الترويج الانتخابي واستمرار حالات الفوضى وحالات اقتراع لعدد من العسكريين وإنفاق مالي واسع في جوني. أكيد رح تتذكروا كثير من الشعارات اللي كان فيها شد عصب طائفي ومذهبي ببعض الأحيان، نذكر منا الموضوع المسيحيين المشرقيين بجوني اللي صارت فجأة جوني عاصمة للمسيحيين، نفس الشيء بالنسبة لغبيري، لائحة الغبيري للجميع يلي اتهمت بأن لائحة
يزيد مقابل لائحة الحسين، وهل الاستخدام المبالغ فيه للمواضيع الدينية كتير بتأثر على الناخبين؟ وأكدت الجمعية أنه على جميع القوى السياسية وجميع وسائل الإعلام احترام مبدأ الصمت الانتخابي عملا بالقوانين المرعية الإجراء. والآن جولة على أبرز الجديد في الترشيحات في هذا التقرير. في مرج عيون قدم رئيس البلدية الحالي أمال الحوراني لائحة معا لإنماء الجديدة، وتضم وجوها عملت في البلدية إلى جانب أعضاء جدد من بينهم سيدة. أعلنت في بلدة كفر شوبة لائحتان، الأولى برئاسة رئيس البلدية الحالي قاسم القادري، والثانية غير مكتملة برئاسة عزة القادري. أعلنت لائحة وحدة أبناء شبعة مخاتير الحي الشرقي وتضم 4 مخاتير. في بلدة كفر تبنيت أذيع بيان انتخابي وأسماء المشاركين في اللائحة المستقلة التي ستواجه لائحة الوفاء والتنمية. نظم في النادي الحسيني لبلدة أرنون احتفال للإعلان عن لائحة التنمية والوفاء. فازت بالتزكية لائحة التنمية والوفاء في بلدة رشيف في قضاء بنت جبيل وتضم 12 عضوا. فاز بالتزكية المجلس البلدي في كفر جرة قضاء جزين والمؤلف من 9 أعضاء. أعلنت في بلدة الدوسة عكار لائحة مستقبل الدوسة التي يترأسها كاتب العدل السابق عثمان عمر شريتح وتضمه إلى جانب 8 أعضاء. أعلنت لائحة مدعومة من عائلات عين عكرين برئاسة رئيس البلدية الحالي فؤاد جرجس مع 8 أعضاء. أعلنت لائحة ثانية في بلدة كفر عقا بعنوان كفر عقا بتجمعنا برئاسة الياساسين مع 14 عضوا. حلقة بلديات 2016 انتهت. نلتقي غدا في حلقة جديدة تتناول الانتخابات البلدية في مدينة صيدا. إلى اللقاء.